السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم سي حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سي حاج، وشحال فرحانة ملي توصلت معك. مرحبا بنتي، الله يحفظك ويرعاك. الله يرحم الوالدة ويخلي لك الوليدات ويخلي لك مرات الدار. اللهم أمين لله، شكر الله لكم. أنا سي حاج سليمة من مراكش اللي كاينة شجرة آملة، قلتي عليا؟ أي عقلت عليك بنتي، أهلا وسهلا. أنا اللي كندوز معاك عمل ولد كي كرعطتني العقربة. أي الله يحفظك ويشافيك مولانا. أنا سي حاج جاز مزال وحيت كيشتي كاين غير البني القديم، ماشي شي حاجة اللي البيتي خلاوه الوالدين، خلاوه جدودنا. لا لا سليمة، احكي لينا احكي لينا داك الشيء اللي وقع لكم داك النهار ديال الزلزال. انتم عايشين في قلب مراكش، في قلب مراكش المدينة العتيقة المدينة القديمة. ايه حوز مراكش، ايه حوز مراكش، حوز مراكش عروبية، العروبية مع داك مع داك الشيء غير التراب، وما كاين لا سيما لا والو، غير التراب والغيس ودوك الخشيبات غير عويدات، ماشي شي خشب كبير. وعلاش علاش بنتي سليمة هذوك الناس كانوا كيبنيو غير بالخشب وبالطين وبالتراب؟ علاش واش الحب غير متوفر؟ تيبو غير فاش يضر كره الطلحي تيبنيو عوج، تيبنيو كاع ما مقاد، تيبنيو متكياك ومتكياك. واش المهندسين ما كاينينش، الامكانيات ما كاينينش، ولا هما قاصدين يديروا هذه الطريقه التقليديه؟ الامكانيات ما كاينينش، هي كانوا غير ساكن عايشين على قد حالهم وصافي، والدراري كثار وما كاينه لا خدمه لا والو، كانت هي الفلاحه وداك الشيء، ما كاينين الامكانيات باش يبنيو، تيضرقوا صافي غير تيضرقوا مساكن. والجفاف ايضا. دابا جا الزلزال وقسم لي البيت. لا اله الا الله. قسم لي البيت سي الحاج، بعد لا جات واحد الجمعيه كاع عطاتني واحد شويه الفراش، والله يجزيهم بخير، واخا قال قديم المهم راه فراش راه بيفرش. دابا سليمه انت عايشه مع هاد المنكوبين هادو، الدار ديالكم تهدمت، دابا الان كيفاش عايشه سليمه حاليا؟ الفراش واش هو كافي؟ ديك الخيمه هي كافيه على هاد البرد والصقيع؟ لا دابا الفراش راه قلت لك جات واحد الجمعيه اليوم وعطاتني الفراش. اييه. ولكن الفراش ما عنديش في الحاج فين نحطو، البيت رايد حاطه غير في المرح، غير في القاع الدار. لا اله الا الله. البيت ما عنديش رايد ليا، البيت ما عنديش فين نحط هذاك الفراش، حاطه غير في قاع الدار، ما عنديش فين نحط الفراش. جا الزلزال ويقسم ليا البيت، قاسمو راه قاسمو على جوج وواحد البلاصه واخا شويه، ولكن واحد الحيط مال بيطيح وبيطيح الزنقه. تخاف على راسك لان خطر، كيشكل خطر. ايوا سي الحاج اش غنديروا، وراه كعرف بنادم مكفوف وما فحالوش، والخوت ما لا اله الا الله، كلها داف وليدات واخا حتى هما ما فحالهمش صراحه الله، ولكن كاع ما جاو يشوفوه حتى بعينيهم، ما شافوه كاع ما توافي. يكفي ان هاد الجمعيات واخا ماشي خوتك مغاربه هادو، جاو الحمد لله تال عندك من بعيد. مساكن من شافوني وجيت دخلتهم للبيت وشابوا لي الفراش حتى للبيت، وقالوا لي نحطوا عليك هنا، قلت لهم حطوا لي في قاع الدار انت تشوفوا البيت كي داير، وقلت لهم راه ما عندي لا ولاد لا والو، قالوا لي حنا كاملين ولادك، حنا كاملين ولادك. الحمد لله سبحان الله. قالوا لي حنا كاملين، حنا راه ولادك. الحمد لله. ومشات نفرحوا ملي جابوا لي ذاك الفراش حطوه لي، ومشاو قلت لهم نعمر لكم هذه، قالوا لي لا بيناش ريبه، ومشاو بحالهم عطوني الفراش، هي عطوني ثلاثه لقان وضربيه تركيه ومانطا. الحمد لله. وجوج حصيرات. الحمد لله. وان شاء الله في القريب العاجل، القريب العاجل يتسول مشكل السكن. هي لاله سليمه. الو. كنسمعك سليمه. كنسمعك. مشى لي الريزو وجابوا لي مساكن وفرحوا ومشاو في حالاتهم. تما لاله سليمه دابا الريزو تما عندكم موجود، كتكلمي معنا دابا الان من الحوز مراكش حيث كاين الهدم والردم، والريزو موجود الحمد لله. لا الريزو كيتقطع الريزو. كاين حيت انا راه حيت كيمشي الريزو، داكشي بالك كيتحاب لي واش مشى الريزو، واللي قطع الله هو هذا المهم. الحيط راه المواد الغذائيه لاله سليمه كي دايرين مع المواد الغذائيه؟ دابا ما كاين لا اسواق لا محلات تجاريه لا والو، كي دايرين مع المواد الغذائيه؟ كتاكلوا شويه كتشربوا كتخوتوا؟ ايوا الحمد لله اللي جابها الله راه كناكلوها، اللي جابها الله، اللي جابت جاتنا عند الجواد راه كناكلوها، الرزق راه كيجي الحمد لله. جا واحد شي وحدين تا هما فرقوا علينا جوج باكيات الحليب وقرعه الكوفيتير وباكيات اتاي. اييه والحمد لله. ولكن هذاك البيت كيما قلت لك انا مكفوفه وما لا قادره
نسقف ولا نبني ولا ندير حتى حاجه والجهد ما كاين باش نبني وخصني دابا فين نحط فراشي دابا دابا المطلب المطلب الاساسي لالا سليمه ديالك وديال الناس اللي معك المطلب ديالكم دابا الان الافرشه هو موجودين الطعام موجود المشكل هو هو السكن هو الايواء ايها السي الحاج الله يجازيك بخير هذاك هو السكن راه من عمل هو من شهر شهر وانا كنتصل بك وما بغيتش تشد ليا الخط ان شاء الله لالا سليمه ان شاء الله دابا محمد مراد الله يجازيه بخير واحد السيد داخل معانا هو اللي شد ليا الخط لالا سليمه الاعوان ديال السلطه داروا عليكم ولا مازال حيت الاعوان السلطه مكلفين بواحد المهمه لا ما داروش علينا عندنا حنا واحد المقدم ما تي اللي كانت ما تيقيدها قلت لي واجي غير شوفني انا ريب ليا الحيط وما جيتي حتى تشوفني هو البارح داو ليا بكيتي والله الا بكيت دا البوليسيس الملك داوها ليا وتا مشيت قلنا حتى جا الخليفه قلتها لي عاد باش مشاو جابوها ليا لا لا الحمد لله كاين العنايه وكاين الرعايه والمراقبه يعني اي حاجه تجي الفوضى ما يخلوهاش تدوز الحمد لله اي حاجه جات ما تيخليوهاش توصلنا الله يهدي مخلق الله يهدي مخلق ولا الله الحمد رسول الله المهم انا اللي كنطلب دابا هي بيت هي بيت نفوحي ربيت فين نحط فراشي وفين نتقر وهذا الشيء اللي كنطلب ان شاء الله لاله سليمه باذن الله والسي الحاج والله الا بغيت نتواصل معك السي الحاج وعندي شي حاجه بغيت نقولها لك الا جات على خاطرك بغيت النمره ديالك واخا لاله سليمه ان شاء الله نتواصل معك باذن الله انا غنتواصل معك في النمره باذن الله تعالى وكنشكرك على التواصل ديالك وربما المطلب الاساسي عند الساكنه هو مطلب الايواء وكما جاء في واحد المجلس عقده صاحب الجلاله هذا اليوم عشيه هذا اليوم راه كاينه مبادره ملكيه قويه للاهتمام بقضيه الايواء الحمد لله راه التقدير هو ان هناك حوالي 50 الف وحده سكنيه يعني وقع لها إما الهدم وإما أنها تأدت وقف انشقاقات يعني هذا عدد كبير 50 ألف أسرة وهذا الأمر هذا كيتطلب واحد المجهود كبير من الدولة وحنا لقينا الحمد لله الجيش كيوقف على قدميه لكي يقدم الإعانات ولجميع القوات الأمنية في البلد الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطة المحلية هذو كيشكلوا الدولة يعني واقفين واحد الوقفه ديال رجل واحد شفنا المروحيات وشفنا الجرافات وشفنا الشاحنات وشفنا الحمد لله اعزكم الله الكلاب اللي كتقلب تحت الانقاض وكدير الاغاثه كل شيء شفنا الحمد لله غادي الامور بتوفيق من الله والامر الاساسي فعلا اللي كيطلبوا الساكنه هو مشكل الايواء وهذا كيسر عليه صاحب الجلاله حفظه الله ورعاه راه عطى اوامره الساميه هذا اليوم عشيه هذا اليوم للمسؤولين ودابا الان قريبا غادي يبداو الاعوان ديال السلطه كيسجلوا المعلومات على المتضررين والحجم ديال الضرر ديالهم والمستحقات ديالهم وغتكون ان شاء الله واحد الميزانيه ضخمه غتوزع على كل هؤلاء الناس لاعاده الولاء البناء وصاحب الجلاله امر بان يكون البناء عنده مواصفات يكون قوي ويكون مضاد للزلازل وايضا يكون فيه يحترم الخصوصيه ديال المنطقه عندها واحد الجماليه واحد العادات والتقاليد يتم احترامها ودابا الان هناك مهندسون كيدرسوا هذه الامور هذا وغيبداو التنفيذ قريبا باذن الله تعالى والميزانيه غتوجد مع المساهمات ديال الوزراء كلهم والموظفين الكبار كلهم والمدراء والكتاب العامون وحتى الموظفين الصغار يعني بدءا من سلم تسعود كلهم غادي يساهموا اقتطاعات يوم في الشهر لمدة 3 أشهر وعد المساهمات ديال الشركات والخاصة وغيرها والمساعدات الخارجية للمغرب كي ياخذ غير ماشي أي كان خاص يكون عنده يحترم الخصوصية ديال البلد ويحترم الوحدة الترابية ديال البلد ويحترم القيم ديال البلد وما يصفتش لنا ناس يبغوا المساعدات هما باغيين يديروا الاستخبارات وبغوا يقلبوا على نقط الضعف ويصوروا ويروجوا لشؤون ربما مدراء المغرب كيفهم وعارف هذه الامور وكيحدها لكن الدول الشقيقة اللي عندهم قلب على المغرب كيفتح لهم الابواب وكيقبل المساعدات ديالهم وان شاء الله الامور غادية بسلام بنتي سليمة أسأل الله تعالى في القريب العاجل إن شاء الله تعالى يتم العناية بك وتبقى معنا في التواصل ويتم العناية بك ويتم الإيواء ديالك ويتم إن شاء الله تعالى الاحتضان ديالك من طرف المسؤولين اللي هم مكلفين بالعناية بالجانب الإنساني
ان شاء الله تعالى بقاي معنا وبقاو متواصلين معك لاله سليمه، وكنشكروك على التواصل ديالك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.